اعتقد اللي هتاثر بنسبه كبيره للاسف في العدد الجماهيري، على اساس في معظم المنتخبات للاسف في الدول الافريقيه في حالات كورونا كتير، فهي تاثر للاسف بالسلب، هتبقى عدد الجماهير اقل. تاثر على اللياقه البدنيه وبتاثر على كل حاجه ومعويات اللي هم يعني تاثر على كل حاجه المدير الفني وعلى كله. هتاثر جامد قوي على المستوى الفني والبدني لفرق المنتخبات الافريقيه كلها، يعني هي حتى كمان مأثرة على الدوريات الأوروبية، مأثرة جامد قوي على الدوريات الأوروبية، مأثرة على التواجد الجماهيري في الدوريات الأوروبية، وربنا يسترها. أكيد ممكن تأثر، وبعدين اللي تأثر على اللياقة البدنية وعلى اللعيبة وعلى الجهاز الفني وعلى كل حاجة. لا إن شاء الله مفيش حاجة، إن شاء الله لو اتخذوا الإجراءات الاحترازية إن شاء الله مش هيكون في حاجة إن شاء الله. هو ده الأكيد إن هي هتأثر، يعني مش أمم أفريقيا بس، هو كل البطولات أصلاً طبيعي جدا هتتأثر بده. ولو شفنا برشلونة، شفنا في معظم الدوريات، يعني لو نتكلم على الدوريات بصفة عامة، ولكن في أمم أفريقيا أكيد هتأثر. ولكن الحمد لله إن احنا عندنا المنتخب يعني ما فيش غيابات بسبب كورونا كتيرة، فالحمد لله. يعني طبعا بالذات الحالة اللي هي جت من كورونا الكوفيد 19 بيتحول كل شوية، فده يعني في الوقت ده أثر على اللعيبة خاطئ جدا. أكيد طبعا أكيد، لأن الناس بتتفكر برضو أنها على صحتها برضو، أكيد ده هيأثر كبير، تأثير كبير، وبعد كده مش هيخليهم يعني يقدروا يعرفوا يركزوا، يعني تركيزهم كلهم خايفين على نفسهم طبعا، وعلشان المرض ده منتشر هناك أصلا في معظم أفريقيا، فطبعا أكيد هيبقى فيه أثر سلبي على اللعيبة. يعني إن شاء الله في ظل زيادة الحالات في الفترة دي أكيد هتأثر، بدليل المنتخب فيه 7 حالات منهم إداريين وأبو جبل كحارس مرمى بديل للشناوي.